بنرحب بحضراتكم ايضا. وسؤالي للدكتور احمد عوض. دكتور احمد، يعني احنا موجودين في رام الله في موقع اعلامي كبير، يعني في الخلفيه تلفزيون فلسطين اللي بينقل الحياه اليوميه بكل تفاصيلها، ولكن هناك تناقض كبير عن الواقع اللي احنا لمسناه وبنعيشه في فلسطين، في اراضي السلطه وفلسطين بشكل عام، والمواطن الفلسطيني اللي بيتحرك بحياه وامل وبيبني وبيعمر طول الوقت يعني بشكل كبير جدا، والناس بتعتقد بانه فلسطين عديمه الحياه، لا يوجد حياه غير الصوره المتكرره للواقع الفلسطيني. راي حضرتك؟ بالمناسبة بس أنا هي بتحكي من واقع تجربة شخصية إلها. صحيح. في زيارتها الأولى لفلسطين وهذه الزيارة الثانية، فهي شعرت بهذا الفارق الشاسع بين النظرة لمن لم يأتي إلى فلسطين وتبدل النظرة حين تعايش تفاصيل الحياة. يعني طول الوقت بحس أنه أنا في بلد ودولة حقيقية، وأحياناً وانت بتتجول في أراضي السلطة وفي رام الله وفي نابلس وفي البيت لحم تنسى أن هذه الدولة محتلة، يعني لأنها دولة حقيقية قائمة بكل شيء. ما هذا التناقض يا دكتور؟ هو ليس تناقضا على الإطلاق. أولا باعتبار إحنا يعني نجتمع هنا في ظل هذا المبنى العظيم وهذه التجارب الإعلامية، ونحن بشكل أو بآخر كلنا إعلاميين. صحيح. وأنا واحد من الذين شاركت في بناء هذا الصرح منذ عام 1994. شوفي، هناك نبذجة، هناك تنميط لصورة الفلسطيني من قبل أعداء كثيرون. صحيح. في هناك نمذجة للفلسطيني أنه هو الإرهابي اللي يكره الحضارة الغربية، لا يبني، غير ناضج، شعب كله ميليشيات وعشائر ومش متحد ومش منضبط ويعني وزائد على الحاجة حتى. ذلك مسألة تنميطه وشيطنته هذا مهم جدا من أجل ضربه. الذي يشيطن الفلسطيني هو عدو الشعب الفلسطيني، الذي ينمذج صورة الفلسطيني باعتباره غير المنتج، غير المنتج، غير الناضج، غير القادر على بناء مؤسسة مدنية، غير القادر على الانضباط في نظام، في قانون. كل ذلك هو من أجل تدمير هذا المجتمع وشطبه، والقول أنه هذا شعب متوحش. الصورة الحقيقية ما هي؟ سنة 2002 في صحفي إسباني بعمل معي مقابلة بيقول لي: لماذا أنتم فخورون؟ سنة 2001 كانت الانتفاضة في ذروتها، انتفاضة الأقصى. لماذا أنتم فخورون؟ على فكرة هذا الكلام بالضبط، هذا جوهر الفلسطيني. الفلسطيني يحمل فخره، كرامته، اسمه، تاريخه، ويعمل من أجله. شوفي، ليس هناك، لا يمكن للفلسطيني أنه يجي يشرعن علاقته بأمه أو يشرعن علاقته بأرضه. هذه الأرض التي تناسلنا عليها لمدة لقرون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بلدنا، ترابنا، شجرنا، ونسميه كما نريد، ونقيم حياتنا زي ما نريد. إحنا عندنا تراث غني جدا، تراث يعني مادي وغير مادي، بناء، أكل، مسرح، العادات والتقاليد العريقة. إحنا بنسمي الحجار، بنسمي الشجر، بنسمي الطرق، بنسمي الجبال، إحنا نسمي أسماء بلادنا كأبنائنا. وبالتالي الفلسطيني ربما يتقن الحياة أكثر من أي بني آدم آخر. حلوة الجملة دي، يتقن يعني الحياة والفرح بالحياة، يحتفظ بها الفلسطيني، يتقن الحياة والفرح بالحياة والاحتفال بالحياة. شوفي أعراسنا، أعراسنا من أجمل ما يمكن. فيش حدا بيقول لك إنه معزوم مش معزوم في القرية، كل بيجي والكل يفرح والكل يدبك. احنا عندنا الدبكه، عندنا بجوز حوالي 15 نوع دبكه، الغناني، الاغنيه، عندنا ما لا يعني بعدد لا نهائي من الموالات.